في جولاتها الأخيرة على ذيك كل فريق يحاول يبحث على أكثر عدد من النقاط. في اللحظة هذه بالضبط أمير لوسيف يعلن على بداية المباراة للنادي الرياضي البنزرتي للاتحاد الرياضي بن قردان. يتعكس الهجوم للنادي الرياضي البنزرتي. عبد الرؤوف العثماني، عبد الرؤوف العثماني غريبة، كرة تمشي كرة طويلة في اتجاه عبد الرؤوف العثماني، خلي الكرة وسام علي، وسام علي، وسام علي، يتواغل يتواغل، ما زالت الكرة غريبة. طيب بن زيتون غريبة يا طيب بن زيتون مرة أخرى، طيب بن زيتون مسلسل لإهدار الفرص يتواصل. لعب الكرة ذي مخالفة طويلة تمشي في دين سيف الشرفي. يوسف الفلاحي، عزيز القاسمي، عزيز القاسمي يوزع الكرة وما توصلش لطيب بن زيتون، ترجع من الدفاع مرة أولى. بوعلاقي يوزع الكرة وترجع كانتي يبحث عن المساندة، ممتاز كانتي مراوغة أولى يصوب فوق المرمى إلى لعب محمد أمين المسكيني، وهذه كرة وتصويبة ممتازة العملية للنادي الرياضي البنزرتي. انه شوط اول ما شفناش فيه برشا كوره من الاتحاد، وهذه هفوه ولكن يداركها. نحكيو على جور بن حسن ويبحث عن الهجومات المعاكسه، هذه كره طويله في اتجاه عبد الرؤوف العثماني يعمل الترويض لكن يخرج الشرفي. عثماني يبحث عن المسانده، يجيب بوعلاقي تمشي له الكره، بوعلاقي، بوعلاقي يتوغل يوزع ويسبق الدفاع مره اولى. بوعلاقي في تنفيذ المخالفة طويلة في مناطق الاتحاد الرياضي ببن قردان. طيب بن زيتون ما يخوش الكرة هذية ويربح مخالفة مرة أخرى. عزيز بوستة يمشي للفلاح يصوب والدفاع أسبق يمنع الكرة هذية. وفي هذه الآونة بالضبط الحكم أمير لوسيف يعلن على نهاية الشوط الأول هنا في ملعب 15 أكتوبر بالتعادل السلبي يمنى. وهذه الإعادة، شوفوا عزيز القاسمي يتوغل يعمل مراوغة أولى الثانية يوزع، وأسامة علي، أسامة علي هو صاحب الهدف. كما قلنا اللاعب هذا أنا قلت منذ الشوط الأول لاعب ممتاز عنده فنيات كبيرة، جاء من الخلف وأول أهدافه مع النادي الرياضي البنزرتي. العثماني وزع في اتجاه شكون، ما فما حد، ترجع من أيوب شعبان وممتازة مرة أخرى العملية، ومرة هذه سيف الشرفي يعني تصويبة من يوسف الفلاحي ببنزرت. كرة طويلة في اتجاه، كرة ممتازة من العثماني. أشرف الفرشيشي ممتاز، أشرف الفرشيشي أسبق سيف الشرفي يخرج. بوعلاقي يصوب وسهلة. أيوب مشارك، 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 ممتازة مراوغة أولى الثانية، مشارك يصوب وأشرف كريم. ألسنة كانتي، ألسنة كانتي يوزع الفلاحي أسبق الشرفي يخرج ياخذ الكرة هذه. هذا البنزرتي في مناطقه. حامد عزيز القاسمي يطول الكرة في اتجاه طيب بن زيتون ما ياخوهاش، تمشي البشير الرحيبي وشنو يقول الحكم؟ ما فما شيء. عزيز البوعلاقي، اياد المداني، اياد، اياد يتوغل، اياد يتوغل، يعمل مراوغة أولى ثانية ممتازة الرحيبي، يعمل التمريرة اياد المداني وشنو يقول الحكم؟ ما فما شيء. يعني كانت العملية قريبة من أمير لوسيف لأثر على التحكيم. هذه كرة يوسف الفلاحي، يوسف الفلاحي، يوسف الفلاحي ممتازة. طيب بن زيتون والشرفي، اليوم بن زيتون يعني للأمانة. محمد من علالي لألسنة كانتي، كرة طويلة في اتجاه كول، هدف، ضاعت الكرة مرة ثانية والهدف، والهدف ليه؟ الهدف ضربة جزاء، ضربة جزاء، حتى 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 كي دخلت الكرة يعني طيب بن زيتون ورقة حمراء. ضربة جزاء هذه الإعادة كانت هفوة من أيوب التليلي، ترتطم الكرة بالقائم ترجع للرحيبي طيب بن زيتون، واللمسة اليد كانت من 32 على ما أظن أمين باللكحل. يتقدم بوعلاقي، يتقدم والهدف الثاني، الهدف الثاني على الدين بوعلاقي
2-0 للنادي الرياضي البنزرتي. النتيجة اللي تنجم تخلي الفريق يكمل باقي المباراة، ولفتة جميلة يعني، لقطة جميلة من لاعبي نادي البنزرتي، اتجهوا إلى بنك البدلاء إلى زميلهم عبد الرؤوف العثماني اللي تعرض للإصابة، وأكيد اهداوا له الهدف الثاني. 2-0 للنادي الرياضي البنزرتي على دين بوعلاقي في دقيقة 82. الشرفي في شيرة والكرة في شيرة، والنادي البنزرتي في اتجاهه إلى 3 نقاط جديدة. على بوعلاقي، بوعلاقي يبحث عن المساندة، يصوب بعيدة، كرة طويلة تمشي حسام الحباس، الحباس في اتجاه حامد وضيع الكرة، زلت عنده الكرة، يمرر عزيز القاسمي، القاسمي وزع بن زيتون ما يخش الكرة. وعديد النقاط للمراجعة للاتحاد الرياضي ببن قردان. شوفوا فرحة ماهر الكنزاري. وفي هذه الآونة بالضبط أمير لوسيف يعلن على نهاية المباراة بفوز النادي البنزرتي 2-0. أهداف أسامة علي في دقيقة 46 وعلاء الدين بوعلاقي في دقيقة 82. ألف مبروك للنادي الرياضي البنزرتي، حظ أوفر للاتحاد الرياضي ببن قردان.